أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات إكسل أدفانس. في هذا الفيديو راح نأخذ كيف نتعامل مع الجداول وتنسيقاتها، موضوع جديد وجميل، ونشوف كيف نتعامل مع البيانات على شكل جداول ونقرأها على شكل جداول. بالإكسل البيانات عندي ممكن تترتب بطريقتين، إما سيل رينج أو تيبل. عشان أحول الداتا لتيبل ممكن أروح على إنسيرت وأختار تيبل، أو ممكن مباشرة داخل أي رينج خلايا اكبس كنترول مع حرف التي، وهون احدد الرينج اذا ما كان مضلل لي الاكسل واعمل اوكي. بمجرد ما عملت اوكي هيك مباشره صار يتعامل الاكسل مع هذا الرينج على اساس انه تيبل. بمجرد ما انك قررت تستخدمه كتيبل ممكن باي مكان داخل الجدول كتبت معادله مثلا سم، كبست انتر، لاحظ الاكسل مباشرة ضاف عمود جديد. هذا العمود احتوى على مجموع القيم داخل الجدول ككل لكل الخلايا الموجودة عندي. نفس الشيء بتقدر تتحكم او تكتب برضو بيانات بشكل الصف، وبرضو رح يضيف لك معلومة جديدة او رح يضيف هذا الصف للجدول، واذا كان معادلات رح يربط لك اياهم كمعادلات. هيك انا بتعامل مع الاكسل او الرينج هذا as a table مباشرة. بما اني عملت create تيبل داخل الاكسل، اي مكان بكبس فيه جوا التيبل راح يضغط عندي شيء اسمه ديزاين. بهذا الديزاين انا بقدر اتحكم بتنسيق التيبل، اتحكم بمحتوياته، اتعامل معاه بشكل كامل. مثلا اذا بدي اغير التنسيقات في عندي تيبل ستايلز ممكن اتعامل معها، ممكن اغير التنسيق بالشكل اللي بدي اياه من خلال الاوبشنز الموجودين هون. اي شكل بقدر اختاره راح يتطبق مباشره على الجدول تبعي. غير هيك انا ممكن ابني ستايل خاص فيي انا من خلال نيو ستايل، بقدر احدد ايش التنسيقات اللي بدي اطبقها، من فورمات اختار ايش التنسيق واللون والبوردرز اللي بدي اياه، واجهز التنسيق بصف تنسيق مبني بالشكل اللي انا بحتاجه. بالاضافه ل اللي هو الستايلز الموجودين، انا بقدر اتعامل مع مكونات التيبل عن طريق الهيدر رو. انا ممكن اخفي او اظهر الهيدر رو اللي هو الصف الاول الموجود بالجدول. الباندد روز اذا بتلاحظوا بالوضع الطبيعي بيكون معطيني صف ملون بلون معين، او كل صفين بيناتهم صف مختلف بلون مختلف بهذا الشكل. هاي اللي هو بنسميها الباندد، تقدر تظهرها وتخفيها من خلال الاوبشنز الموجوده عندي هون. نفس الشيء بالنسبه للاعمده، بتقدر تضيف باندد للاعمده او تلغيها حسب ما انت بتحتاج. اخر عمود ممكن اعطيه تنسيق مختلف عن باقي التنسيقات، توتال رو تحت اسفل الجدول هون الاكسل لاحظ بس اخترت توتال رو اعطاني مباشره صف جديد. بهذا الصف انا ممكن اكتب اي معادله لاي عمود موجود عندي. مثلا انا بدي اعرف عدد الريجنز، ممكن اجي هون مباشره من دروب داون ليست واختار الكاونت او الافرج او السم. بغض النظر عن نوع الفانكشن اللي بختاره بقدر من هون احدد الفانكشن اللي بدي اياه. مثلا على العمود هذا بدي اجمع، ممكن اختار سم. بحتاج فانكشن غير الفانكشنز الموجودين، برضو بقدر اختار عن طريق مور فانكشنز، وبقدر احدد الفانكشن اللي بدي اياه واتعامل معاه واشتغل عليه. هذا التوتال رو بقدر اظهره واخفيه باي وقت بدي اياه عن طريق اللي هو الديزاين تاب. فيرست كولوم نفس الشيء، بقدر اعطيه التنسيق اللي بدي اياه. فلتر بوتون هون اللي هو بيظهر لي اللي هو الفلتر في الصف الاول. انا عندي هون لاحظ اظهر لي واخفالي اللي هو الدروب داون الخاص بالفلتر. تنسيقات الخاصه بالتيبل كلها انا ممكن اوصلها ل اللي هو اوصل لها من خلال اللي هو ديزاين تاب. برضو ابتداء من اوفيس 2013 انضاف عندي شيء اسمه سلايسر. السلايسر هو عباره عن اسلوب من اساليب الفلتر اللي ممكن استخدمها بالاكسل. انسيرت سلايسر، انا ممكن اجي هون انا بدي اعمل فلتر مثلا بناء على السيلز ريب، وبناء على الكاستمر، وبناء على البرودكت، او بلاش البرودكت خلينا ناخذ الريجن. مجرد ما كبست اوكي لاحظ اعطاني هون تابس كل واحده عباره عن سلايسر خاصه فيها. بمجرد ما كبست جواتها وحددت اي جزء بدي اياه مباشرة الإكسل راح يعرض لي الداتا
بناء على الاوبشن اللي اخترته. نفس الشيء هون، يعني انا ممكن اعمل فلتر عن طريق السلايسر بدون ما اعمل فلتر على اللي هو الكولمز مباشرة. قررت بدك تلغي الفلتر، ممكن تيجي تكبس على هاي الايقونة عشان اعمل كلير فلتر. السلايسر احنا بالعادة بنستخدمها بربط مجموعة من التيبلز مع بعض في فيديوهات قادمة لما نبلش نتعامل مع لوحات التحكم، راح نتعرف قد ايه ممكن نستفيد من السلايسرز بلوحات التحكم، وكيف ممكن نتحكم بأكثر من ريبورت مع بعض بشاشة واحدة. بس أنا حبيت أعرضها لأنها مرتبطة بالتيبلز بشكل كبير. بدي ألغي السلايسرز، ممكن أجي هون وأجي أقول له ريموف مثلا سيلز ريب، رايت كليك ريموف كاستمر، نفس الشيء عندي هون للريجن. يعني بقدر اضيف السلايسرز عن طريق الديزاين والغي عن طريق الرايت كليك على السلايسر نفسه. بدي اعمل ريموف دوبليكيتس للروز الموجودين بالتيبل، بقدر اختار من الديزاين اللي هو ريموف دوبليكيتس. بدي ارجع التيبل لاصله اللي هو سيلز رينج، بقدر اجي اقول له من كونفرت اوكي، مباشرة التابل تبعي رجع للأصل اللي هو سيلز رينج، مباشرة التابل اللي اسمه ديزاين اختفى. ديزاين بنعرض فقط إذا كنت متعامل مع الرينج أز تابل. إذا رجعت كبست مرة ثانية وعملت كرييت تابل مرة ثانية، تلقائيا راح يعرض لك الديزاين تاب من جديد. ليه؟ لأنك بتتعامل هون مع أوبجكت التابل. بدك تزيد حجم البيانات الموجودين بالتابل، تقدر تختار من هون ريسايز تابل وتغير الخلايا الموجودة عندك، تزيد الكولومز الروز حسب ما انت تحتاج تتعامل داخل الجدول تبعنا. ممكن احول التيبل تبعي اعمله بيفوت تيبل، ولو رح يكون احد المواضيع اللي رح نشرحها لاحقا برضو. يعني ممكن انا يكون عندي تيبل بالاكسل اعمل له سمرايز اللي اعمل له ملخص من خلال الاداة اللي اسمها بيفوت تيبل. هاي اهم التفاصيل اللي انا ممكن احتاجها مبدئيا بالتنسيقات الخاصة بالجداول. غير هيك آلية كتابة المعادلات للتيبلز تختلف تماما عن آلية كتابة المعادلات العادية. يعني مثلا لنفرض انا بدي اطلع مجموع قيمة السيلز في هاي الخلية، راح اجي اقول له يساوي سم. هون انا ممكن استدعي التيبل كله عن طريق كلمة او استدعي اسم التيبل. من وين انا ممكن اعرف اسم التيبل؟ برضو من ديزاين. لاحظ هون تيبل نيم اسمه تيبل 2، ممكن اجي اسميه سيلز تيبل. هيك صار اسم هذا الجدول سيلز تيبل. لو جيت هون قلت له يساوي سم سيلز تيبل وفتحت قوس مربع، مباشره راح يعطيني اسماء الفيلدز الموجودين بالتيبل تبعي. انا بدي اشتغل على موضوع السيلز او بدي اجمع العمود سيلز، مجرد ما كتبت له اسم التيبل بين قوسين مربعات اسم العمود، تلقائيا راح يروح يجيب الداتا ويعطيك اياها حسب الفانكشن طبعا اللي انت بتتعامل معها. فالتعامل مع التيبلز حتى ضمن المعادلات، مثلا انا بدي اجمع من السيلز تيبل على سبيل المثال، بدي اجمع اللي هو الكروس بنفس الطريقه. احيانا بحتاج اشتغل مع التيبل كله بفانكشن، مثلا هون انا بدي التيبل كاملا، ممكن اقول له سيلز تيبل كوما اول هاش اول. هاش اول انا بحكي له هيك بدي كل الجدول بشكل كامل. انا هون بدي كل الكولومز الموجودين بالجدول تبعي. لنفرض بدي ارجع القيمه من العمود الثاني فولس انتر. هون راح جاب لي القيمة من العمود الثاني اللي هو الريجن بناء على التاريخ اللي انا اعطيته اياه. يعني التعامل مع الجداول حتى بالمعادلات يختلف عن اللي هو التعامل مع الخلايا او الرينجز العادية اللي ممكن نشتغل عليها بالمعادلات تبعونا. بمجرد انك تروح على تيبل وتروح على ديزاين وتقول له convert to range، طيب انا الفانكشنز اللي كتبتهم عندي هنا بالاكسل والمعادلات اللي كتبتها هيك ممكن تضيع او تصير ايرورز. بمجرد ما انك عملت ريموف او عملت كونفرت للتيبل من تيبل لنورمال رينج،
تلقائيا الاكسل راح يروح يغير كل المعادلات المرتبطه بالتيبل، راح يغيرها لرينجز ويتعامل معها بشكل طبيعي. يعني حتى لو كنت كاتب معادلات على التيبل وقررت تلغي التيبل وترجعه لنورمال رينج، تلقائيا الاكسل راح يروح على كل الشيتس الموجودين عندك واللي مرتبطين بهذا التيبل ويرجعهم للاصل ويلغي اي علاقه للمعادله بالتيبلز. بهذا الفيديو تعرفنا كيف نتعامل مع التيبلز وكيف ننسقهم ونرتبهم وكيف ممكن نكتب معادلات بشكل بسيط على التيبلز تبعونا. بالفيديوهات القادمه راح نتعرف على تنسيقات المشروطه اللي هو الفورم كونديشنال فورماتنج، وهي تقريبا من اقوى التولز اللي بتعامل معها الاكسل في موضوع التنسيقات. بنشوفكم بالفيديو القادم.